بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نشرح درس جديد ومختلف عن المعدات وعن مكونات اجهزة الحفر. اليوم راح ان شاء الله نشرح في موضوع صراحة واجهني بعملي ويعني صارت بعض المشاكل عندنا، فلهذا اضطريت انه اكون برنامج بسيط بواسطة الاكسل حتى تكون عندنا حساباتنا شبه دقيقة زين، لأنه اكو هواية امور تتحكم بالعمليات والحسابات وتختلف عن الواقع طبعا اكيد، يعني اكو هواية امور محددة اليك ما تقدر تضبط 100% حساباتك على الورق، يعني تحاول تغذيها على او تفعلها على ارض الواقع. فسويت فشي بسيط وهو اكسل شيت خاص بحساب السدادة المتوازنة. طبعا هذا يعتبر فشي مساعد لكل مشرف على عملية خلينا نقول عليها يعني اجراء عملية السدادة السمنتية. طبعا انا هسه هذه الحسابات خاصة ب السدادة السمنتية المتوازنة. هذه اجراءات شلون انت تبدي بيها، انه انت عندك تيوبينج او دريل بايب تريد تسمت تسوي سدادة سمنتية. هاي عمليات يعني شلون خطوات عمل او اجراءات عمل حتى تحصل على السدادة السمنتية الخاصة بمن؟ الخاصة ب البالانسيد سمنت بلاك. بالبداية انت لازم عندك انابيب تنزلها بداخل البئر زين، بعدين تسوي سيركوليشن حتى تنظف البئر مالتك وتضمن افضل بروفايل للسدادة السمنتية حتى تجلس في مكانها الصحيح وما يصير عندك اي مشاكل. وبعدين تسوي سبيسر، تضخ سبيسر حتى يصير عندك بعدين هو هذا يعتبر فاصلة يسموها فرونت سبيسر. بعدين تضخ الاسمنت الكمية اللي انت تريد تضخها او الحجم اللي انت تريد تضخه اعتمادا على العمق او الارتفاع للسدادة السمنتية. بعدها تضخ البيهايند سبيسر الفاصلة الخلفية، وبعدها تسوي فلاشينج وراها تسوي ديسبليسمنت زين، وبعدها تسحب السترينج مثل ما نشوف هنا. هذه من بعد ما ضخ الفاصلة الأمامية وبعدها السمنت وبعدها الفاصلة الخلفية، وهنا بدأ يسحب الأنابيب مالته سحبها، وراها بعد يبدي يسوي الإزاحة مالته. طبعا هنا اكو حسابات حسب هذه. طبعا مشكور استاذ جليل منصور، يعني احد مهندسين شركة نفط البصرة، حاليا هو على الاوفيس يشتغل. ف سوى حسابات اللي على معطيات انا انطيتها، فسوى الحسابات مناسبة وعلى اثرها انا رتبت الاكسل شيت حتى نسوي لنا فد شيء اساسي اعتمد عليه بحيث انا اغذي المعلومات وتنطيني نتائج اعتمد هذه النتائج، وان كانت مو 100% النتائج احصلها، ولو 75% انا على الاقل اعرف هل هذه المعطيات مضبوطة ام غير مضبوطة، وما يحتاج انا ادوخ نفسي بحسابات كل ساعة انا حاط لي ورقة وقلم واحسبه. فهذه هي مجرد السدادة السمنتية، حسابات بسيطة بمجرد انه تطلع حتى حجم السمنت اللي تحتاجه اعتمادا على الطول اللي تريد تغطيه، والسبيسر يا اما انت يعني هو دائما يعني يفرق، يعني خلينا نقول فرضيا يسوونه واحد متر مكعب، تريد تعرف ايش قد ارتفاع هذا الواحد متر مكعب ايش قد يطلع عندك، راح يطلع عندك بهذا الطول الارتفاع، وبعدين تطلع حجم السبيسر اللي انت محتاجه بداخل الانابيب حتى تتوازن عندك، حتى يصير عندي هيك توازن. شوف هسه هنا الارتفاع داخل الانابيب هو نفس الارتفاع داخل الانيولاس
مع العلم الكباسيتي مالت الانيولوس تختلف عن الكباسيتي انسايد دريل بايب او تيوب ازاحه مالتك. طبعا قلنا من ضخيت سبيسر وبعدين وراها فلاشين وراها بعدين ديسبليسمنت الازاحه مالتك تشوف ايش قد الازاحه تبدي من فوق الفاصله للسيرفس تحسبها من الفاصله ارتفاع الفاصله للسيرفس يعني ما تحسب هذا المكان كله ما تحسب الطول كله هيك. عندك بعدين تحسب ايش قد يحتاج لك سحب حتى انت تكون فوق الفاصله. انت عندك هو ارتفاع السداده السمنتيه هو عباره عن 120 هسه لنفرض احنا عندنا هنا 120 متر فاقسمه على طول الانبوب يعني احسب ايش كم جوينت انا راح اسحب حتى اطلع من السمنت. هنا من راح تطلع طبعا هنا أنا هذا راح ينزل عندك باي جرافيتي زين فاصله تنزل عندك فانت تحسب منها هاي ازاحتك قلنا هنا حسبها طلعت 12.6 جوينت 12.6 جوينت اللي هي ايش قد هي تطلع لنا 7 دبل. هنا المفروض انت انا عندي هنا بما انه كومبليت يعني عمليات اكمال فانا قاعد استخدم براين. البراين هو يأثر لي تأثير مباشر على يعني التكنيك تايم الخاص بالسمنت بالسداد السمنتية فلهذا احتاج انه انا اسحب اكبر عدد ممكن من الانابيب او الدبلات حتى اخلص من تأثر الملح بيمة بالسمنت لانه الملح والسمنت يعتبر معجل للتصلب فلهذا انا احاول قدر الامكان اطلع هذه السبعة دبل او ال 12 جوينت اللي اطلع بيهن احاول اطلع ضعفهن حتى اتخلص من اتخلص من السمنت لانه الملح راح يلامسه بسبب الازاحة من سويت ازاحة وايش راح يصير عندي انا هنا راح يصير عندي تصلب سريع على دار مدار الانابيب وداخل الانابيب فالمفروض انا اسحب على الاقل بعد ضعفهم يعني 12.6 خلينا نقول 13 جوينت اسحب 26 جوينت وكانما 26 جوينت احنا بما انه هو برج ورك اوفر فايش راح يصير عندي راح يصير عندي 13 دبل وبعدها اذا كان عندي انا بيرفوريشن زون واريد احقن هذه السدادة السمنتية بداخلها من اطلع بهذه 13 جوينت او 14 لا بأس اغلق البايبرام بعدها اسوي حقن على السمنت حتى اضمن انه انا خارج منطقة السمنت. طبعا انا لازم اتأكد انه الفاصلة الامامية اجتني وين صعدت لي لفوق من سويت ازاحة اهم شيء هاي وش قد حجمها ايش قد اجاني بما انه انا فارضها متر وطبعا الكاونتر مالت التراك اوف سمنت هو ما مضبوط 100% ف يعني ما راح يعطيني واحد متر محتمل يعطيني اكثر محتمل يعطيني اقل فلهنا انا لازم اشوف الفاصلة ايش قد اجتني تخلص من بعدها انا اتأكد انه ازاحتي شبيهة مضبوطة. اوكي فكملنا هنا طبعا هاي الحسابات سويت لكم اياها بهالشكل هذا اكسل شيت راح يكون عندكم مفعل هذه المناطق مفعلة وزين وهذه المناطق يعني ثابتة ما تقدر انت تتحكم بيها تعطيك فقط نتائج يعني هاي كل الامور انا سويت لكم اياها خل اوضح لكم اياها هنا هذا الاكسل شيت طبعا انا هنا من حقي انه اتحكم بيها بس انا شنو قفلت هنا لاني حتى تبقى النتائج مالتك مضبوطه اللي الترتيب مالتها شلون راح يصير هيج عندك عمق السمنت التوب مال السمنت حجم السبيسر مالتك ايش قد انت فارضه طبعا كل عنوان بالوحده مقابله انا كاتب لك اياها
capacity of drill pipe, capacity of casing, letter level meter, capacity of annular. هذه طبعا عليك لازم انت تروح تدورها بيمن بالداتا هاند بوك. close depth يعني هذا بس مجرد انه تريد تعرف ايش قد العمق المسدود. معلومات لك string length to pull from well after make flashing بالمتر ايش قد لازم تسحب. هذه لازم يعني ما قابل للتغيير هي هاي 100 او اقل. وانت تبقى عليك انت ايش قد ما تسحب انت مسيطر ما عندك شيء. يعني انت ما دام عندك سكويز فتبي مجرد غلقك للبايب رام وتضغط على شو اسمه. معلومه انه انت اهم شيء ما يصير عندك نضوح من البي او بي. اذا صار نضوح من البي او بي معناته بدا السمنت يصعد لك خلف الانابيب. انتبه لهذه المعلومه. لين تاخذ البايب اور تيوبينج هذا يعني اخذته كافرج 9.5. ويت اوف مات هاي يعني خلينا نقول عليها معلومه لك تخليها يعني غرام بير سي سي. هنا هذه المعلومات اللي انت تحتاجها طبعا. وهاي المعلومات كلها خليت لك اياها هنا زين وضحت لك اياها بهذا الرسم. هذا رسم رسمته انا وضحت لك اياها يعني قد التوب مال سمنت ايش قد عمقه زين. طبعا هو انت هنا هسه شويه اضيف لكم ان شاء الله يعني هذا راح انزله على التليجرام على قناتي على التليجرام واستفادوا من عنده. هنا راح بس اثبت لك هنا ايش قد الارتفاع مال السداد يعني هاي اوف سمنت بلاك اثبت لك اياها ان شاء الله بس ان شاء الله ما انساها. فوليوم اوف سمنت حجم السمنت شوفه 2.3 زين ومستحيل يعطيك 2.3 اكيد هسه يعني بالكاونتر ويت مالته كاونتر التراك ما اعتقد يعني منطي 2.3 اعتقد اكثر. الهاي اوف فرونت سبيسر ايش قد ارتفاع السبيسر هاي شوف كاتب لك اياها فرونت سبيسر والحجم مالته. كل المعلومات هسه هنا بمجرد تثبت لك اي معلومه هنا انت راح تتغير او تغيرات تصير عندك هنا. هنا نفس الشيء هذه النتائج اللي انت تحتاجها زين. displacement cement string length to pull from well joint 12.6 اوكي. ف string length to pull هاي فانت يعني انا عندي شو اسمه ان شاء الله هذا بدايه اعتبره والتطوير مستمر عليه ان شاء الله. اذا قدرنا بعد نطوره وناخذ معلومات اضافيه ان شاء الله. طبعا الورقه اللي شرحت لكم عليها هي هذه هاي الورقه هذه بخط استاذ جليل دليل منصور اللي قلت لكم عليها. ورجال يعني مشكور على مبادرته ما قصر يعني ما طول بها يمكن 5 دقائق حساباته. بس احنا نريد فشيء اسرع بعد اللي هو هذا مجرد تدخل معلوماتك تعطيك هذه النتائج. فانت ما يحتاج ترجع حاسبه وتحسبه فانت هذا كلها قدامك حتى الرسم قدامك انا مسوي. راح تتغير المتغيرات عندك ان شاء الله. طبعا هاي الشغله هذه خاصه بالسمنت بلاك اكو مالتي تسميت مرحله مرحلتين يعني للكيسنج للبطان تسميت البطان زين. هم نفس الشيء اكو هيجي شغلات موجوده فلهذا انا ما طرقت لها وهم ان شاء الله انزل لكم اياها على قناتي على التليجرام. بس هذا الشيء ما موجود دورت عليه وما لقيت يعني كل من مرتب بكيفه فما اضطريت انه انا اتعب على هذا الموضوع حتى استفادوا منه ان شاء الله. واي شيء عندكم تشوفوه يعني يحتاج تغيير يحتاج فد شيء اكتبوا لنا بالتعليقات. هذه قناتي على التليجرام هاي استفاد من عندها معلومه اضافيه تفيدكم معلومه تعرفها واجتك زياده الخير خيرين يعني ان شاء الله. اتمنى لكم كل الخير والموفقيه بعملكم. في امان الله نلتقيكم ان شاء الله بدروس جديده.